والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الأيام المتبقية إلى ما قبل ليالي القدر المباركة، نريد أن ننهي الحديث حول موضوع حديثنا وعباد الرحمن. بقيت بعض المواصفات لهذه الطبقة المتميزة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ببركة هذا الشهر الكريم. من صفات عباد الرحمن بعد أن ذكر تعالى قيامهم في الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، ذكر صفة كما يقال اقتصادية، المؤمن موجود جامع يعني ممتثل للتكاليف في كل أبعاد حياته، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لم يسرفوا ولم يقتروا. عند الإنفاق لا هو بخيل ولا هو مسرف ولكنه متوسط، نعم، بين الصفتين من صفات السلب. البخيل مبغوض عند الله عز وجل، المسرف المبذر كانوا إخوان الشياطين، ولكن المتوسط في إنفاقه هو الذي يقال عنه بأنه عباد الرحمن. هنا أخواني لنلتفت إلى حقيقة، هذه الحقيقة لو استوعبناها جيدا لصار الإنفاق في محله، وهو أنه أنت مستخلف على المال، لا مالك بذلك المعنى، مالك على الإطلاق. من أنا وكيف أكون مالكا؟ خلقني ربي من نطفة ولم أك شيئا وأعود إلى تراب، هذا الإنسان الترابي خلق من غير شيء، لم يكن شيئا مذكورا، هذا أنى له أن يكون مالكا؟ إن نظرت إلى المال على أنه أمانة بيدك أنت على خير، انتهت المشكلة. تريد أن تنفق مالا، تنظر إلى رضا الله عز وجل في هذا الإنفاق، إن كان مرضياً عملت وإن لم يكن مرضياً ما عملت. إذن إذا ذهبت للسوق أردت أن تشتري سلعة كما يقال غالية، انظر إلى رضا الله عز وجل، أنت لست مخولاً أن تشتري كل شيء وأي شيء، ترضي الزوجة، ترضي الأولاد، ترضي من ترضي، هذا الإرضاء لا قيمة له. أرضي ربك أولا. وثانيا، من يرى أن المال مال الله عز وجل هان عليه الإنفاق الواجب، هذا الخمس في مالك، عندك مبلغ بيدك خمسه لله ولرسوله. البعض هذه الأيام يشكك في مسألة الخمس. أولاً الخمس مسألة فقهية، غير الفقيه لا حق له في التدخل. ما لك والقول واعلموا أنما غنمتم، يعني غنائم الحرب. من قال أنها غنائم الحرب؟ الغنيمة يقال لكل مال مكتسب. صاحبنا يريد أن لا يدفع الخمس، لا تدفع، قل أنا عاصي، انتهى الأمر، لعل الرحمة تشمله.
أما أن تأتي وتقول الخمس لا أصل له، فقط الزكاة الخمس، هذا أمر مستحدث، هذا وزره عند الله عظيم، خف من العقوبة. امرأة تريد أن تتحلل من الحجاب، تريد أن تكون سافرة لتقول أنا عاصية، انتهى الأمر، إما أن ترحم وإما أن لا ترحم. أما يأتي إنسان هذه الأيام أقوله موجود في مواقع التواصل يقول الحجاب أمر في القلب لا على الرأس والبدن، المرأة العفيفة محجبة وإن لم تلبس على رأسها ولم تستر بدنها، ما هذا الكلام؟ هذا الكلام غير مقبول. أولا العفاف أمر جامع له اتصال بالقلب وله اتصال بالبدن، وإلا خذ زاوية وتمتن في نفسك، قل هذه صلاتي انتهت، ما لي والركوع والسجود. الصلاة إقبال، الحجاب عفاف، الخمس لا وجود له، إذن ما بقي من فروع الدين. سمعت هذه الأيام، نعم رأيت حقيقة بعض من يدعي أنه أهل الفتوى، طبعا ليس من جماعتنا، من الطرف الآخر، يقول الصوم على الأغنياء، الفقير لا صوم عليه. نعم الغني عليه أن يصوم يدفع الزكاة، وعفوا الغني لا يصوم والفقير يصوم، الغني يدفع عوضا ماليا، الصوم يزعجه، يتصدق على الفقراء، رب العالمين يقبل منه. هكذا تلاعب في الدين، هذا التلاعب، نعم قد تلقى من يبرر لك، يصفق خلفك، يقول هذا كلام حديث، الحداثيون إلى آخره، الفقه كالطب. أنا اليوم ذهبت إلى طبيب، كنت أمامه كالمقلد أمام المرجع، يعني ما يقوله الطبيب تقول سمعا وطاعة، تحترم تخصصا. المهندس، العالم، الطبيب، المرجع، يبني مشروعا يذهب للمهندسين، المريض إلى الأطباء، ولكن البعض يريد أن يذهب إلى غير الفقيه، حسابه على رب العالمين. في عالم البرزخ، في عالم القيامة، أعد جوابا إن كان لك جواب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النبي حاكم، رب العالمين حاكم، والفقيه أيضا حاكم، بمعنى يذكر الفتوى وعليك أن تتبع. إذن هذه كما يقال شقشقة هدرت. نرجع إلى الموضوع، إذن الإنسان الذي يرى المال ليس له ملكية أمام الله عز وجل، طبيعي أن يكون الإنفاق عليه هيناً، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هنا سؤال وجواب، البعض يقول أنا لست ببخيل ولكن لا أعرف الموازين، إنفاقي هذا هل هو راجح أم هو غير راجح، هذا إسراف هذا تبذير؟ الجواب راجع العرف، العرف ماذا يقول؟ الغير يدلك. الآن العرف اختلف، راجع قلبك، قل يا ربي بصرني. وهنا أخواني بحث مهم، أنا أقول للإخوان عادة مشكلتنا ليست في الأحكام، الحكم تأخذه من الرسالة، من الفقيه، من وكيله، تسأله يجيبك، انتهت المشكلة. المشكلة في الموضوعات، متى أحجم ومتى لا أحجم. أحكام الطلاق تأخذها من المرجع، من الرسالة، من المحكمة، ولكن هل الفقيه يقول طلق زوجتك؟
اللي يقول أبق زوجتك، وقعنا البعض بين مفترق طريقين، له الزوجة لا يعلم، تارة يقول أبقيها لأولادي، أبقيها قربة إلى الله أتحمل في سبيل الله، وتارة يقول إلى متى أتعذب، هل تكليفي أن أتعذب، هل تكليفي أن أعيش الأمرين من الصباح إلى الليل، معارك في المنزل، أعصابي انهارت، ديني تلف، لا أدري، ولكل وجه، صبرك له وجه، نعم عدم صبرك هم له وجه. يأتينا البعض واقعا يقول أنا متحير ماذا أصنع، كيف تحل المشكلة، هذا يحتاج إلى نور من الله عز وجل. ولهذا أكثر اللهم اجعل لي نورا أمشي به في الناس، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سأل الله عز وجل يعطيك هذه البصيرة الباطنية في كل شيء. شاب متحير يدرس في بلاد الغرب أو في أرض الوطن لا يدري، يريد أن يتزوج، قريبته أو بعيدة لا يدري، الحياة كلها حيرة في حيرة. المشكلة أن أحدنا بعد 20 سنة يكتشف أنه كان في طريق خاطئ، مشى في طريق 20 سنة، الآن يتراجع بعد أن خسر هذا العمر الذي كان من اللازم أن يجعله في طاعة الله عز وجل. يعني اختار زوجة غير مناسبة بعد 20، انفصل عنها، 20 من عمره ذهب هكذا. اللطيف أن البعض يكرر التجربة مع أخرى، 10 سنوات يذهب من عمره، أيضا 10 سنوات ذهب نصف عمره في القيل والقال في النزاع. هذا متى يستعد لآخرته لا أدري. إذن حاول أن تستحوذ إن صح التعبير على هذا النور الباطني. آية أخرى نتناولها اليوم ولعلها تكفينا في هذا المجال. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا لها من آية، هذه إخواني من الآيات الملفتة في سورة الفرقان وفي آيات عباد الرحمن. هذه الآية تبين لنا من هو التائب، التائب الواقعي من هو. أولا التوبة ندامة، طبعا لا ندامة ليلة، بعض الشباب إلى الصباح يسهر على الحرام، هذه الشبكة العنكبوتية القاتلة. فيما مضى من الأيام يذهبون للمقاهي، المقهى يغلق في الليل، نعم لا يمكنه المعصية، ولكن هذه الشريحة في هذا الجهاز في جيبه، في كل لحظة يريد طاعة أو معصية يمكن، واقعا بلاء من بلاءات آخر الزمان. ما مضى إذا أراد أحدهم أن ينظر إلى الحرام لا يمكنه، أين يذهب؟ في السوق لا يرى منظرا مثيرا، أين يذهب؟ ولكن اليوم بإمكانك أن تذهب إلى أقصى بلاد الشرق والغرب من خلال هذا الجهاز القاتل، للبعض قاتل وللبعض محيي. طبعا حديثي الآن يتابع من خلال هذا الجهاز، البعض يبكي أمام الجهاز يسمع محاضرة نعيا موعظة تجري عبرته. فرق بين إنسان ينظر تجري عبرته وإنسان ينظر تثار شهوته، هذا أين وهذا أين؟ فرق بين عملين
عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل يتذهب مؤنته ويبقى أجره. إذن التوبة الخطوة الأولى فيها الندامة، أعني الندامة المستمرة، الندامة الآنية، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. كونوا معي في هذه الفقرة، فكر عن التعويض. إنسان دخل في تجارة ثم انكسر فيها، ساعد الله المفلسين، المفلس حقيقة هم في الليل وغم في النهار، هكذا المدين. المهم هذا الإنسان المنكسر لابد أن يعوض. لماذا؟ يضاعف جهده ليكسب مالاً يسد بها دينا. من استيقظ على واقع مؤلم، شاب يأتينا يقول أنا من أول البلوغ إلى الآن وأنا مدمن على المعاصي، الآن تب إلى الله عز وجل ولكن بشرط اعمل عملا صالحا. ضاعف من العمل، ضاعف من سرعتك، الآن عوض ما مضى، أقم الليل، حاول أن تكون من الذين يبالغون في الطاعة لكي تعوض ما مضى من حياتك. قبل فترة قصيرة رأيت إنسانا عاش في بلاد الغرب طوال عمره المنكرات والمعاصي، لا صلاة لا صلاة لا صيام. سبحان الله، ذكر لي قصته، في لحظة من اللحظات انقلب على واقعه، في لحظة من اللحظات رأى نفسه بأنه خسر كثيرا. يقول قال لي يا فلان أنا طوال السنة صائم ما عدا العيدين، أريد أن أعوض. علمت من بعض ذويه أنه يصلي الساعات الطويلة 5 ساعات، يريد أن يعوض. هذا هو التائب، التوبة الحقيقية. إذن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ما النتيجة؟ ما الجائزة؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا وقع بحث طويل بين المفسرين، ما معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ البعض ذهب إلى هذا المعنى. واقعا أنا عندما وصلت إلى هذا المعنى قلت في نفسي يمكن، معقول، ما هذا الكرم الإلهي؟ يقول البعض إذا تاب توبة نصوحا، القرآن يقول يبدل سيئاته حسنات، السرقة تكتب صدقة، الزنا تكتب زيجة، الكذب يكتب نعم موعظة حسنة، ما هذا الكرم الإلهي؟ واقعا لا أدري، الإنسان يحتار في فهم هذه الآية. يعني ممكن إنسان طوال الليل سهر على المعصية، إذا تاب يقول الله عز وجل اكتبوا له قيام الليل، نعم ساعات سهر على الحرام يقال له اكتبوا له قيام الليل، ما هذه الرحمة الغامرة؟ ما هذا اللطف الغريب؟ القرآن يقول يبدل الله سيئاتهم. سمعت أحد كبار مراجعنا له توجيه يعني تقريب لطيف، يقول لماذا تستغرب؟ لا تستغرب، رأيتم الوردة؟ أنا بعض الأوقات أشم وردة كالنرجس، كالورد المحمدي مثلا، نعم تكاد نعم تشمها المرة بعد الأخرى. يقول هذا العالم بين الورداء وبين الأرض مسافة شبر تقريبا، تحته سماد منتن وفوقه رائحة طيبة.
يعني يقول الذي حول السماد المنتن إلى وردة طيبة، ما المانع أن يبدل سيئتك حسنة أيضا؟ هل كنت معي؟ عالم النبات رب العالمين هكذا يصنع في عالم الإنبات الباطني أيضا الأمر كذلك. إذن يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولكن أيضا البعض يقول لا، إنسان سهر على الحرام يوم القيامة يعطى ثواب قيام الليل، صاحبه قام الليل هو نظر إلى الحرام، كيف يتساويان؟ البعض يقول هذا لا يمكن، له توجيه آخر وتوجيهه لا بأس أيضا. يقول ملكاته صفته تتبدل، هذا المصنع كان ينتج الخمر مثلا، هذا العصير العنبي يحوله إلى خمر، ولكن المصنع تغير، صاحب المصنع تاب إلى الله عز وجل، حول خط الخمر إلى عصير يشرب، إلى عصير حلال. الخمر ما صار، هل كنت معي في المثال؟ الخمر ما صار عصيرا، ولكن المصنع تبدل، المنتج تغير. يعني هذا الإنسان كان له مصنع الخبائث، الآن صار مصنعه مصنع الفضائل، إذن تبدل. المنتج ما تبدل، الخمر المنتج بقي خمرا، مصنعه تبدل، صاحبه صاحبنا أخذ يقوم الليل. البارحة سهر على الأفلام الكذائية، اليوم تاب هذه الليلة يقيم الليل. نعم، هذا الفارق. أحدهم كان يسرق البيوت، تعرفون دوام السراق جوف الليل، في النهار ينامون يستريحون، في الليل ينتقلون من سطح منزل إلى منزل. كان من كبار السراق، أراد أن يسرق بيتا، صاحب البيت مستيقظ لقيام الليل وهو يقرأ القرآن الكريم، وصل إلى قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تالي القرآن يقرأ، وهذا السارق على السطح سمع الآية، قال: بلى قد آن. نعم، ألم يأن آن. يبدو هذا الرجل صار من كبار العابدين بعد ذلك. إذن حاول أن تغير من الملكات الباطنية، هذا الإنسان هنيئا له. قلوا معي، هذا لو عاش 60 سنة في معصية الله ليلا ونهارا، ولكن قال رب إني أتوب إليك وعزم على الطاعة، وبعدها مات بحادث السير، هذا من أهل الجنة قطعا، لأنه ختم حياته بالطاعة. كنت أقرأ هذه الأيام سحرة موسى، الأجزاء هذه الأيام تتناول قصة سحرة فرعون. أنتم تعرفون السحر من الكبائر، الساحر في حكم الكافر، الساحر أنا أقول الساحر تتقزز من هذا الاسم، لكن لم يكونوا سحرة، كانوا من كبار السحرة وجاءوا بسحر عظيم. وثالثا لم يكن يسحر ليأخذ مالا، أراد أن يسحر ليهزم موسى وهارون، فرعون جلبهم ليبطلوا معجزة موسى، ولكن عندما رأوا عصا موسى تلقف عصيهم قالوا: آمنا برب موسى وهارون، آمنتم له قبل أن آذن لكم،
قالوا نعم لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إذن سحرة فرعون ما صلوا ولا صاموا ولا اتبعوا موسى من قاعة المبارزة من أرض السحر إلى النخيل حيث صلبوا. لهذا في المناجاة ماذا تقول؟ تقول يا قابل السحر اقبلني، يعني سحرة موسى يضرب بهم المثل في قبول التوبة، ولكن كانوا صادقين في توبتهم. قالوا لا ضير، يعني يا فرعون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، بعد ذلك سعادة الأبد. انتهى حديثنا حول هذه الآية المباركة. إن شاء الله غدا نكمل الحديث في الفقرات الأخيرة في آيات عباد الرحمن. في ختام المجلس ارفعوا أيديكم بالدعاء إلى الله عز وجل. الكثيرون يؤملون دعاءكم، يقول دعاء الصائمين المصلين الزائرين. أنت صائم ومصلي وزائر، كل موجبات الإجابة مجتمعة. استحضر حوائج إخوانك، حوائجك، كان لك مرض دين مصيبة، جميعا ندعو لبعضنا بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ندعو ربنا ثلاثا، لا أقول عشر مرات، يكفي أن تنادي ربك ثلاث مرات. سميع بصير، والذي قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نسألك عنك يا رب قائلين يا الله يا الله. أرى البعض كأنه يستلذ بذكر ربه، لا ضير، نكملها عشر مرات يا الله يا الله من حوائجنا. فرج ولي الأعظم، اختمها بدعاء الفرج، عسى أن يدعو لفرجنا جميعا. نقف إجلالا لاسمه، اللهم كن لوليك الحجة صلاتك عليه. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة.